شيء زين. اطلعي ولا جاي مثل له؟ يعني أطلع من البرنامج؟ لا اطلعي بس من ال... حتى لو اطلعي مثل جاي مثل له. أوكي بس عن الباقين الصورة يومها موجودة؟ جيد. زهراء النجم سمعيني؟ زهراء. نعم أستاذ. يلا خليني نبدأ وياك زهراء. بيج حيل ما بيج حيل؟ إن شاء الله أستاذ. إن شاء الله. قرأتي هذا الهستوري مال هذا البيشنت؟ نعم. 61 year history no. chronic kidney disease stage 5 no. on hemodialysis presented with septic no. shock cardiac arrest and rash 8 days before presentation he underwent CT of abdomen and pelvis with intravenous contrast no. 100 for evaluation of abdominal pain نعم no. فشو تخلينا differential diagnosis؟ أستاذ يعني هو من الهيستوري يعني أنا خليت نعم. ببالي كاسف كالسيفلاكسيز ممكن شو اللي مينشن بس السايت يعني مو الفات اريا فات اريا يعني لايك ابدومن اور بوتوك نعم وبعد بعد شو كالسيفلاكسيز بين ما باكر انه بين نعم يعني اسم تماطي نعم هذا تماطي بعد بالمورفولوجي كالسيفلاكسيز شلون تبين ديب يعني هاي سوبرفيشال اني اشوفه بالبكتشر نعم الصوره تكون سوبر فيتشر هنا أنا بس هو بالفاتيكلاكسيس يكون ديب بالضبط راك يصير ديب مو صحيح؟ نعم ما اسمع حساب هو سيميز؟ لا لا حساب ما ماكو احد وحدي فاتح التاسع عيني من فاتح الصوت الله يخليكم سدونا الصوت يلا يعني هاي تكون مرتب يلا يلا بس بعيد استاذ صوتي قطع ما اسمع شيء الكالسيفلاكسيس بعيد صحيح يا مو صحيح اي نعم استاذ بعيده بس اني لانه كرونيك رينال وال يعني نعم بيها نكروسيس بس مو كالسيفلاكسيس بعيده بعد شيء جبان غير شيء ممكن انفكشن انفكشن مثل ايش يعني اكتايما لايك اكتايما يعني هو اكتايما ايج او ممكن بيدريدن او يعني كاردياك ديزيز يعني نشوفها هي شيء وايسب مالتيبل سمول شوفي قصته شفتي قصته ما شفتيها طيب راحت الصوره من يمي مالته راحت مرجعتها بابا ما كان راح رجعتها الظاهر النت اليوم ضعيف خلي السهم ما تراح رجع لكم اياه والله راح اشبك راح نوقف المشاركه والصراحه اعطيكم مشاركه جديده يلا رجعت ليش يا بعدي؟ اي نعم استاذ رجعت بشوف الفيس مال تباب الفورهيد يا ما يمشي لك دايما بعد استاذ
دكتور ما قاعد تجي يعني غير دايجنوسيس ببالي هسه. ماشي زين، فاحنا هم ما عرفنا له، هم هو برادها ما حد عرف له، فشي يسوي له نيكست؟ ممكن فول انفستيجيشن او بايوبسي. نعم. فهسه هذا البايوبسي مالته، اخذوا بايوبسي من وحده من ذني طلع هيك، هسه ايش راح يجيب بالك؟ جاي تشوفين inflammatory dense inflammatory infiltrate هاي بالسبكوتينوس تشو. شنو نوع الانفلاميشن هنا؟ السيلز اكو ايوزينوفيل اعتقد ولمفوسايت. لا يعني مو ايوزينوفيل، هاي اللي هنا هسه هنا شنو هذه؟ لارج ومالتي نوكيولار. كبري هالصورة، هالصورة كبر عمو. طب اكو نيوتروفيل سيجمنتد. نيوتروفيل بعد بعد شو تشوفين؟ استاذ بلازما سيل هاي شنو اللي عليها السهم الاصفر؟ اللي عليها السهم الاصفر شنو هاي؟ ما قاعد اشوفها استاذ، غوش الصوت تحت. ها على هالوضعيه هاي هي ام بي تي سيل والنيوكليوس صايره بالسايد مال السيل يعني ماست ما ادري. نعم زين، هذا البلد فازل ايش فيه؟ بي انفلاماتوري سيل يعني هاي اكو وحده اكو سيجمنتد نيوتروفيل بي ار بي سي. زين، والوول مالته ايش فيه؟ هم انفلتريتد يعني انفليمد. ماشي رسل اللي جتك الصورة يا رسول، رسل خيون. العفو استاذ، لا والله بعتي ماكو دا اطلع وارجع ادخل على البرنامج، هاي ثالث مرة. خاف اشارة ضعيفة يمش الظاهر والله استاذ ما اعرف، ثلاث مرات لغيت العرض، لغيت العرض ورجعته. ايوه وانا يوم طلعت ثلاث مرات من البرنامج ورجعت دخلت نفس الشيء، ما قدرت اطلع الصوت. صوت اكو صوت يعني بس صوره ماكو؟ صوت اكو بس يقطع يعني مو متواصل الصوت، بس الصوره ما تطلع. اشاره الدني الدني شوي يمل. والله استاذ قاعد يمل الراوتر، فرق بيني وبين الراوتر 20 سنتيمتر او اقل والله. طب بنص الراوتر. يلا صراحه بنسوي مرتب ثاني، راح اشارك بلكي. شكرا. راح اشارك على مودك. اي ناس موجوده؟ اي ناس قاعد اشوف اي ناس ولا؟ نريد نكمل ويا واحد. ايناس ايناس جاي تسمعيني يا بم؟ هسه وين شايف فيها زهراء؟ خلينا نرجع الزهراء. نعم استاذ نكمل هالكلام، انا اخترنا وياها هوايه. وين شايف هيك يعني ستراكشرز؟ دور ممكن ديب فانجل انفكشن. بالضبط، يا نوعية يا نوع يصير يعني هيك راوند السيل اللي بيها سيستميك اللي بيها سيستميك مثل لايك يعني كريبتو سيستميك انفكشن لانه هو اولد ايج. بس تطلع هيك الكريبتو كوكوسس تطلع هيك بسرعه خلال اسبوع؟ هو تحتاج وقت.
ما أدري والله أستاذ، ما عندي يعني. يعني هذا أيودوديرما، أيودوديرما لأنه عند رينال إنسفيشنسي سيفير ومطي أيودين بالكونتراست مات السي تي، فرأسا متجمع عنده. هذا يطلع هنا عندهم هيك شيء يعني فاسكولاباثي ثيكنينج بالبلد فيزل وول ونيوتروفيلز وكريبتوكوكوسيس لايك. لذلك اهم ديفرنشال دايجنوزز اللي هو الكريبتوكوكوسيس. الكريبتوكوكوسيس هو هذا كريبتوكوكوسيس يجي بابيولز على بوستولز وايضا يجي نيوتروفيلز ويجي بي هذا، بس ذني هنا عادة شوية يصيرن لارجر. هذه هنا أكو واحدة تشبه الأودوديرما ولا ما تشبه ذني السيلز هسا اللي قاعد يصير عليها زهراء. This is aododerma وهذه cryptococcosis. إن شاء الله تراجعون الفرق بيناتهم. حيدر العندليب موجود؟ السلام عليكم بري استاذ موجود. عليكم السلام شلونكم؟ الله يحفظك عم. شوف النايل كيس عمو. 35 year old woman presented to the clinic with 5-year history of luminous pink scaly pleurotic papule in her upper abdomen and inflammatory fold. استاذ هو كلينيكال هسه الصورة من بعيد بس according to the history يعني 5-year numerous pink scaly pleurotic papules on the abdomen. و نشوف بالهيستوباث اكو يعني اكانثولايسيس واكانثوليتيك سيل وبالفولد يعني ديسكيراتوس تكون نشوف ديسكيراتوسيس اذا نريد نفكر بذني الهيلي هيلي او غيرها بس مو واضحه من بعيد يعني اكو انفلاماتوري سيل انفلاماتوري سيل قربها قربها عم كبر الصوره والله هي الصورة ماشي فإذا ساعدنا كليفت يعني عندنا كليفت سبيس كليفت الكليفت انتراديرمال نعم وش بيه هذا وأكو أكتانثوليتك سيل داخله واضحة نعم موجود أكو ديسكراتوسيس ذن الطاخ هم موجود بل فش يجي ببالك يعني according to the history نحط الهيلي هيلي مثلا history and examination طبعا هذه الصورة وياها شو تخليه الهيلي هيلي ديزيز هيلي هيلي ديزيز ماشي الهستوباثولوجي يمشي ويا الهيلي هيلي يعني الهيلي هيلي المفروض مورال اكانثوليسيس يكون all the epidermis نعم يعني كلينيكلي البيشنس ابو الهيلي هيلي يجي هيك عدد discrete papules لا عمي مفروض بالفولد أكزيلا أو غيرها تجي فتباتش وتكون بيها يعني لا الهستو يمشي ولا الكلينيكال يمشي فش يبقى عندنا شنو بعد غير دفرنشل يبقى عندنا الديرير اللي هو الديفرنشل دياغنوسيس ما تقبل الهستو بعد نعم عندنا هنا ديسكراتوسيس واضح يا مو واضح والأستاذ من هاي الباور يعني من كل شيء بالديرير الديسكيراتوسيس يو ديسكيراتوسيس اكثر ديسكيراتوسيس يكون ديسكيراتوسيس عندنا نشوف ديسكيراتوسيس نشوف الكوربوس راوندس ونشوف الجرينز نعم شنو ذا نشون يبين الو شلون يبين شكلهم بالنسبه للكوربوس راوندس صار نشوفها راوندد تكون النيوكلياس مالتها pink surrounded by halo وتكون more deeper than grain يعني شوها بالستراتوم غرانيولوز تقريبا زي انت شايف دارير ديزيز يا ما شايف دارير ديزيز كلينيكالي شايفه عمي ايه شايفه يجون هيك كم حبايه عندهم
عادة لا يكون dirty warty like وبالسيبوليك area يعني هم صعب ما يمشي هنا grains ما عندنا prawns ماكو لكن thalysis هواية شبقى أنه من عدد من ذنيا المجموعة يعني اللي يبقى هسه بقى عندنا ايه هو هذا يصير ناجل اي جروور ديزيز عم شنو يشبه للداريا هو يشبه للداريا يكون اكثر شيء بال يعني شيء اسمه ما اعرف شنو قصدك عمي شو اسمه اسمه مو جروور اسم العالم بس هو ما له اسم الديزيز ما له اسم ما اعرف اسمه الثاني ما تعرف اسمه كنت بوركيا ترانزيت يتك شنو درماتوسيس سامع بيه هذا شنو معلوماتك عنه استاذ هو همين يصير يعني عادة يصير real weather change of the weather تصير همين popule بال سيبوريك اريا بالتشيست والباك نعم ماشي يمشي ويا البيشنت او ما يمشي يمشي ويا يعني هو تجي فيو بابيولز اكثر شيء بالترانك وسيفير اتشي نعم سيفير اتشينج ويصير عنده مكان ثولوسيز بالرغم انهم بابيولز صغيره بس تاخذها بالاستبات لو جيت تتفاجئ تلقي اكو كليفتس اكو كنثوليسيز واكو شوية وياها ديسكلاتوسيس فاذا هسه هذا من خلال المناقشة شنو اخر شيء شنو نخلي ببالنا دايجنوسيس هو جروفر ترانزيت اكنثوليتيك درماسوس نعم فاذا هو هذا ترانزيت اكنثوليتيك درماتوسيس عاشتي لك شكرا جزيلا الله يحفظك الحمد لله ذو الفقار اليوم موجود يا ما موجود يا هم غايب حيدر العندليب بالي عم دكتور حيدر العامري يسألك يقول لك هو ترانزيت اسمه ترانزيت بس هل هو فعلا ترانزيت يا بيرسيستنت والله عمي هو عادة يبدي ويا يعني يصير ويا السمر يبدي بس ما يختفي هم بعض الكتب يقولون يروح يعني يصير فلير اب ممكن انه هو يصير فلير اب بس يهدأ يروح ويرجع اي بس مو يعني 100% يعني قسم عندنا جوز يروح بارشيال يعني يصير عنده بارشيال امبروفمنت بس ما يروح 100% سيزونال يعني هو اكثر شيء بالسمر هسه الفقار شنو بعد ما يقدر يحكي يا ما موجود الفقار هو موجود عم اذا كتب مؤكد الفقار ببغداد خلاص ما اعرف هذا الفتلاوي الفقار الفتلاوي كاتب موجود اعتقد ما موجود شوان عمي موجود بس ما اتوقع مي اي خاف يستحي يلا ماشي اسراء موجوده اسراء بلي استاذ موجوده السلام عليكم وعليكم السلام يلا هذه كيس سهله شوفي لنا هذا الحباب الطفل ايش عنده تنيك فول تيرم يلا انفنت بورن نورمال فاجينال دليفري ulceronic duration on the heart rate history for feeding along. يعني مثلا نبدي الكوزز مالت الالسر بالنورمال فيجينال دليفري نقول خاف مثلا هيربس لا مو هيربس ما تجي هيك شكلها شلون يصير الهيربس اما كالوب بوردر صار هيك مو هيك بها كرابتيشن همينة ما تجي هيجي لا والسايت مالت همينة ما يجي هيجي ممكن عمو هاي تروماتيك من البوتل فيدينج شلون يصير يعني شلون تروماتيك يعني من البوتل فيدينج من النبل صار تروما للهارت بيت وهي شلون يصير هذا ليش يصير هيجي أنا كل واحد يأخذ ما يصير أدري
لا هذا يعني هسه مثل ما نشوفه لو ارس بليت، البليت نازله مالته مو مثل النورمال تشايلد، فدائما يصير ريفركشن معناها انه من يرضع الطفل يصير ريفركشن، او ممكن مس بليسمنت للبطل، ممكن انه هي البطل يعني السايز مالتها ان ابروبريت ويا الايج اوف ذا تشايلد فتبين هيك. نعم. شو اللي خلاك يعني تفكرين بال عم السايت مالتها شلون يعني؟ يعني هو سايت مالتها ما اعرف يعني انا من شفته انه هي لانه مكان هاي النبل مالت البطل فيدينج راح تجي هنا يصير فيها فريكشن تسوي ريكرنت تروما فهيك تسوي، بما انه يصير عنده اصلا هو كراينج ديورينج فيدينج فهمينا هاي تعطينه فرد هنت بالضبط. هي هنا الهنت فشي يسموها هاي لها اسم خاص ما سامع بي لها اسم ما سامع بي لا من السامع بي يكتب لنا اياه ساكينج السر بندر كاتمي بندر بندر يا بدنر بدنر مو بندر بدنرز افثي يسموها بدنر بدنر اي بدنر افثي سامع بيها؟ لا ما سامع بيها ما عرفت ايش قبل يا ما مر عليك لا لا فهذا شو نسوي اذا طبعا هو السبب هو المس الاينمنت يعني مكان ال هاي ال في سموها هي الراسية زين يعني ما يخلوها عادل للطفل فيظل يمص بيها ما يقدر ومرات ذول بعد منو سرقتهم جماعة اللهو اللي يحطوا لهم لهو هواي التيت ايه تعرفون شنو اللهو فشلون عالجهم ذولا شو تقولي للأم شو تمثيها يعني change the size change the size of the bottle في ذنك هي هاي هي تيت اسمها يمكن عمو أكبر أكبر يغيرون حجمها لا لا أصغر عمو أصغر بعد نصغر نصغر بعد و البوزيشن مالته مثلا نخليها باتجاه انه يصير على التانك اكثر شيء ما نخليه ايش صاعده ابرايت لفوق امن قسم مالها انخلق يضغط عنا هيك شيء هوريزونتال فهذا الركض وراها ما يحصل الخطيه فيصير لازم هيك قبل فيرتيكال بوزيشن بعد فيرتيكال بوزيشن الحلمه شو نسوي هالحلمه الفتحه مالت الحلمه تاثر يا ما تاثر يكبروها كبروها حتى الطفل يضل ساكنج هو ما يضل ساكنج زايد يلا عشتي شكرا جزيلا شكرا جزيلا ذو الفقار شنو ما تقدر تحكي بعدك ذو الفقار شو بس تكتب انكرج بريست فيدينج اكيد بس مرات يعني ماشي زهراء موجوده زهراء عبد الحسين يا هما موجوده اليوم زهراء عبد الحسين نور السنبلي السلام عليكم عليكم السلام شلونكم شلونك شوفي ان هذا عمو boy presented with asymptomatic papule located on the right prefrontal lesion initially appears several presentation and the man is stable over time without change in size no other lesion يعني هسه هي الصورة ما أدري ما مبينة كأنما بابيول يو ماكيول بابيول لا لا بابيول 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 لام يعني ممكن أكسسري تريغس يعني ممكن بس ليش ما أكسسري تريغس يعني أكثر شيء ذيك بدون كليتد الصير ويعني صحيح أي ويعني لارج سكين كولر سكين كولر هاي سكين كولر هسه ولا لا لا مو سكين كولر فترة قصة تختلف يعني هاي بابيول زين ممكن اكو هذه شيء ما ادري يعني ما اتذكره كلش
يسموها بت يعني شنو مثل... مثل الساينس مثل الساينس بس ما أتذكر بالضبط اسمها يعني هي بري أوركيلر لا دي ساين نعم دي هي من اسمها ساينس تجي فتحة يعني اي يعني هم بعيدة ما بيها فتحة هاي جس بابيول وش قصار ما سوي لها بايوبسي نسوي لها بايوبسي بس غير قبل البايوبسي كلينيكال سيرشن ايش نكتب له بالبايوبسي احنا مو قلنا لازم نكتب له اقل شيء فد 3 ديفرنشال دايجنوسيس ايش نكتب له استاذ هي يعني سيفرال ييرز يعني مو من الولاده ممكن لا مو من الولاده مو من الولاده وعمره 16 سنه ممكن ذني جماعه يعني الهيستيوسايتوسيس ممكن ليش لا؟ فشي يسموها مثل ايش يعني؟ يعني ممكن هاي الجوفينايل زانثوغرانيلوما جوفينايل زانثوغرانيلوما ممكن بس شنو اللي مو تيبيكال؟ احنا شفنا جوفينايل ذيس مرة يعني السايت مالته شنو اللي مو تيبيكال؟ اوكيولار اكثر شيء واللي يعني يطيله وش هنس يعني غير السايت بالضبط ذاك يطيله وش هو بينما هذا تبي يعني رد أكثر بس ممكن هي ممكن جوناز تقرن لما ولو ذو الفقار معترض على العمر يعني يقول 16 سنة هو عادة ما تبقى العمر 16 سنة بعد ممكن يعني بس يسا يعني أسمتوماتيك ظاهر ما بيها يعني فتسمتوم ممكن ماستوسايتوما ماستوسايتوما ممكن بس شو تصير ذيك أكثر يعني هم يلو يعني يلو على براونش ذي براونش تنطي أكثر اي زين بعد هسه بالبداية كانت الأمور ماشية كلها ويا السبيتسني بس هواية من جماعة تشكت بو السبيتسني بس والله استحد ما انتبهت لي وحرمات يدي بيش ليش أنا قاعد نبهج شنو رأيك بالسبيتسني بس كلامهم صحيح يدخل بالدفرنشيال ممكن بس هي سا يعني هاي اكو مثل تارجت بيها نعم يعني هسه خلينا نقول هسه احنا سبيتس نيفاس هيستيوسايتوسيس جوفينايز انثوغرانيلوما ممكن هسه هذا الهيستوباثولوجي مالتها شوفي لنا يعني السل السيل نعم اكثر شيء يعني سادني جاينت سيل واكو لمفوسايت نعم واكو دايليتد بلاد فيزل وانفلتريتد هسه عمو خلينا نرجع على السيلز بهذا هذا المكان ذني شنو ذني السيلز هذه هاي ايوزيون هذه ذني الحم ايوزيون فيلو هاي مو صحيح صحيح. وذن شنو السيل ذن؟ هذه جاين السيل هنا. نعم وذن هنا شنو؟ هذه المؤشر قاعد يطلع مو؟ لمف بلازما سيل هم لين إكسنتريك. يعني ممكن بس بلازما سيل يصير هيك شيء؟ يعني أصغر. أصغر مو صحيح؟ إيه. هاي كبيرة. بيسوي بلازما هو. لمفوسايت هم يصير أصغر. إيه. شنو؟ ما فقط بس الإبيثيلوي. هو الهيستيوسايت. إيه. بس جماعة السبيس نيفس عيني جماعة السبيس نيفس بعدكم يا بطلتوا انسحبتم. يعني هسه هو أكو حتى بالهاي السؤال. هسه جماعة السبيس نيفس راحوا انسحبوا هسه طلعوا لنا جماعة يقولون هاي انجيو لنفويد هاي بربليسيا اي شو تقولين انت يعني هي ديجا هم يوزينوفيل يصير وياها هواية بس يعني عادة مالتبل تجي نعم فصعبة يعني دي شبيهة بلاد فزلز هو نشوف فيها اكثر
ايوزينوفيز اكثر لمفوسايتس. هذه السيوسايتس السادسية مو اكو السب، هذه الصورة السيوسايتس يعني مو اكو جرين زون. جرين زون اكو يعني اكو سيبريشن، نعم اكو ويل ديفايند بالصورة الفوق قصدي. نعم. اي الفوق المظهر. هسه شنو هاي هبنيل؟ ماكو هبنيل. اي شنو هسه شنو الدياجنوستس يعني استاذ؟ ليش ما تروح ويا الهستيوسايتوسيس؟ هي يعني ممكن ويا الهستيوسايتوسيس بالضبط. نعم. فشي يسموها دي ايوزينوفيليك جرانيلوما. بس يعني دي مو قليله بالنسبه للايوزينوفيليك جرانيلوما، كلش يعني تجي بيها قليل انه بالنسبه. احنا ايش قلنا؟ احنا قلنا الشاطر انتوا جماعه الجلديه البورد عليكم الرير مو عليكم الكمن. وين تصير عاده ذيك؟ يعني عاده تصير بالسكال، يعني بون بالسكال اكثر شيء. بالبون بالبون رير لي افكت ذا سكن. فهذا الرير احنا خلها تجيب لكم الرير. نعم. فهذه اوزينوفيليك لانجر هانسل جرانيلوما. شنو البروغنوسيس مالتها؟ هي عادة يعني اذا associated with يعني هاي ريسك، يعني زي السبلين والليفر، هاي يعني تعتبر بور بروغنوسيس. نعم بالضبط. فاحنا شنو ندور لازم؟ يعني اشوف باقي فيزرال، يعني اشوف الفيزرال انفولفمنت، اذا اكو ثرومبوسايتوبينيا هم تعتبر يعني بور بروجنوسيس، الانيميا. نعم. هسه هو بالسؤال كاتب لي شنو سيستميك انفولفمنت، بس احنا اذا نريد حتى نعرف من ناحيه السيمبتومز ايش نسال المريض حتى نشوف هذا عنده سيستميك انفولفمنت ونسوي انفستيجيشنز يا ما عنده. يعني ممكن يصير عنده بوليوريا، ممكن يصير عنده مال دايابيتس انسيبيداس. عافيه عافيه. بوليوريا بوليدبسيا. بعد يعني ليمف نود قلتي، فيفر، هيديك، هاي الاشياء اللي هي سيستميك. اللي عنده سؤال يعني تعليق يقدر بالتعليقات يكتب لنا السؤال مالته. فاذا هذه ريرلي ايوزينوفيليك لانجر هانسل جرانيولوما affect the skin. بنائن يعني هي هاي مبينة، صار يقول لك few years systemic symptoms ما عنده. نعم. فما بيها مشكلة. شكرا جزيلا. نعم. اي ناس سمعينا؟ اي ناس شو اليوم ماكو؟ اي ناس؟ استاذ ما عندنا اي ناس، اي ناس تخرجت. شنو السالفة؟ ياسمين، ياسمين انا متشلب عليك. ياسمين اي. ياسمين موجودة؟ عليكم السلام. سويت لي أنا إيناس؟ ليش ما تقولين أنا إيناس؟ يلا عم شوفي لنا هاي الصورة. يمكن متوهمين اسمي. seven years old healthy girl presented with 6 months stay of asymptomatic group respiratory rash on the tongue. يعني هي بس 6 months. هل شوف أكو كابنر يعني هو استعد أكو لينيا كابنر؟ بالضبط أكو كابنر موجود هذا. نعم صراحة والكابنر يعني حتى ما شفع بابيول. أبعلك بابيولز بالضبط، هو بابيولز. بس تخلين ببالك. يعني كان ببالي لكن الدارس ممكن بلين وارد، بس السايت شوية يعني مو وايد بلين وارد. لكن الدارس هم عادة يعني يكون يعني مثل الصورة مو كلش واضحة، بس يكون شايني وأكو ممكن امبليكيشن. اي بس هسه هذا الكلر مالته، شنو الكلر مالته يا سمين؟ الكلر هو هم يلعب بوبيكونتز. نعم هو هاي بوبيكونتز صح؟ هاي بوبيكونتز اي بالضبط، هو يجي هاي بوبيكونتز.
هاي اللي ظهر على الظهر مو كلش ملكي وايد. ايه هو من بعد عبالك بتدايق بضغط ما يصير لكن نتل اسم يصير هيك. يعني لما شفت الكوب نارف كان ما شفت يعني ما عبالي لكن لا يعني كوب نارف يعني بعد شجب يولا عبالي. يعني قلت لك متى يتوصى انت بتلاقي هم ماشيين. نعم بس باب فيول مو انت قلتي باب فيول اقول قلت لك هربون لانوس بس اي نعم ممكن يعني ما كنت شي هايبول منتد وباب فيول وكوبنا ملكي ما في شي ملكي وايت يعني اذا هو كان ما فيول ممكن افكر بتلاقيه اذا كان مثلا عمو ملكي وايد بابي لكن سيكلوروسس مو هيجي يجي اكو كاتين ليش مو هيجي شلون يجي يلا شوفي ان هذا الهسه باثولوجي مالته يعني لارجر ليش انه ما ناخيج نعم صورة الهسه طلعت ليش مدرمس ابي هاي باكيراتوسس نعم يعني طلعت لي نعم طلعت بس ما اشوف الهستوريم شوية لكن نقدر يعني شو هذا الكونفتريشن نازل بعد الدرس طبعا اكيد ما ينشر لكن ويا من يمشي لعد شوفي ستة بس حكيتين استراتم كورنيوم كمل الابيديرمس ايش فيه لا مامي سألتني على الانفلتريشن الابيديرمس هاي باكتيراتوسيس وثينينج اوف ذا ابيديرمس واكو لاكتينود انفلتريشن يعني جواب جواب بعد بعد طبقه طبقه عمو طبقه طبقه امشي جوا الابيديرمس هايلايزيشن اوف ذا داس مو بس هايلايزيشن حتى كتبت يعني صار سيفير اجل واصل الى درجه نعم وراها هايلايزيشن وراها باد لايك يعني ما هالقد مبين نعم انا سواء الكلينيكال يعني ما مبين يعني عبد لكن سكر خاصص اي مو قلنا احنا مو قلنا كلها رأي ما شايفة عن كيفية كوبنا كيف لسه شوي اكسترا جينيتال لايكن سكليروسس ات اتلافيكس لايكن سكليروسس اتلافيكس اي هسه عدي الشك بعد يا هاي لا هاي هو مبين الهسه اعتقد الاودما واضحة هايلينايزيشن هم واضح قلت لبت مبين وال اي الباند لايك ولكن يعني هو نعم اي اتلافايد الجانس طبعا جينيتال لايك كلين شوية اتلافيكا شكرا جزيلا شوفونا رسل رسل وين صارت رسل طلعت لها الصورة بعد هي نعم استاذ نعم استاذ طلعت الصورة بس تتأخر يلا تتغير يعني يا ساني بعدني طالع لي الكلينيكال مال لا بالله يا سمين والله ايش انا اريد نسلس على هاي الكيس الثاني عمو بلكي يعني تطلع منه وترجع ادزلها الصورة عمو تطلع لي ما ادزلها الصورة هي الصراحة نزل نطلع من واضحة يلا نعم 40 year old boy presented with skin color or lupus 45 papules had been present for 7 months نعم يا سامي دا أشوفها يعني كلينيكالي يعني كأنه ما هي فستايبو ما توصص نعم وفي السباثولوجيكلي هم يعني اكو اديبوس تشو صاير يعني بالدامس يعني بالاديبوس بالابر دامس شلون تصير هذه هي بس بروسس من الفيتشرز مالتها هي استاذ يعني تصير يعني جروب يا سمين سد المايك يا سمين نعم
تصير يعني جروب من باروكاس بابيول ونوديول، يعني شكلها باروكاس سكين كلر مرات أو مرات على يلا وش براون كلر، يعني تكون يعني فهم إنكونسستنسي. نعم سايت مالت كومن سايت هي عادة نشوف احنا بالترانك. نعم ترانك وين بالضبط أكثر شي نشوف؟ بالباك. بالباك وين بالضبط؟ بالباك باك كم شي بيه؟ باللور باك حسب ما أتذكر يعني باللور. اي صحيح باللور باك مرات حتى بالنتالية بالناتال كليف شيء بالناتال كليف بالضبط. اي بالناتال كليف صحيح، حتى أولا بالصور نشوف نبدأ طالس بالناتال كليف قريبا بالناتال كليف. نعم زين بالهسة شلون نعرفها هذه؟ مي بس غايبة متوسس هو احنا نشوف يعني ادي بوست شو صار بالدرس يعني. نعم يعني يعني كأنما اكتبك يعني مو نفس النورمال اناتوميكال يعني ديستريبيوشن مالتك. زين ايش قد نسبة، ايش قد نسبة تصير؟ ايش قد نسبة شنو نعرفه الدستر؟ النسبة من التشيو هي عبارة عن اديبوس تشيو. ما اسمع استاذي قطع العفو. ايش قد نسبة من التشيو الموجودة بالهستو هي عبارة عن اديبوس تشيو، فاتي تشيو. العفو استاذ ما دا اسمعك. هذا تسمعين هسه احنا قلنا اهم شيء بالدياجنوستيس هو نشوف شنو نشوف. نعم استاذ هو اهم شيء هو الاديبوس تشو. اديبوس تشو قد نسبته من كل التشو؟ نسبته قليله هسه هذه يعني ما اعرف هو يوجوال يوجوال هاي هاي بيرسنت قد يعني المفروض يعني above 60 مثلا في الجيمز في الابوستيش. لا لا وايس قاعد ماشي 50% ذو الفقار صحيح بس ليش ما يحكي ما أدري. تقريبا 50% هي عبارة عن فاتي تيشيو أديبوس تيشيو. روسل أكو درموسكوبيك إكزامينيشن شنو نشوف هنا؟ إذا سوينا له درموسكوبيك إكزامينيشن أكو بي يفيدنا درموسكوبي أو ما يفيدنا؟ يلا هذا واجب بيتي اليوم تنزلنا على الجروب. Dermoscopic features of nevus lipomatosus cutaneous superficialis. ريا موجودة؟ ريا نعم استاذ موجود. يلا شوفينا هالشيء. عليكم السلام. An otherwise healthy 17 years old girl with no known allergies presented with 5-day history of progressive bilateral eyelid swelling. She complained of malaise, fatigue, anorexia for 2 days and sore throat 1 day. هي عمرها adolescent وعدها swelling bilateral swelling of the eyelid. Associated no. with systemic symptom. فشي جبالش. يعني هو بما أنه associated يعني هو هذا ممكن نتوقع أنجيو أوديما يعني ممكن نفكر بها هسه كبداية. أنجيو أوديما يعني قصدك أرتيكيريا ديوتوس يعني internal infection. ممكن differential يدخل بعد جبالي في causes of جبالي إيه أنه ممكن يكون orbital swelling
بري اوربيتال سوالنج ممكن نفكر بالريتنت كونتاكت درماتايتس ممكن يعني ذول اللي يسووا يعني يحطون داي او شيء بس اي بس ايش بالضبط بس ايش وياها صار دروت لا ما وياها اي ما يجوا وياها سيستميك فيتشر ما زين بعد شيء جبالش يعني هو الهيستوري مالتها 5 داي هيستوري بس وبروجريسيف نعم شورت هيستوري نعم يعني بعد بعد شيء جبالش عندنا هواي ديفرنشال دايجنوستس اوف بيري اوربيتال سوالينج يعني ممكن الدرماتومايوسايتس بس ما نخلي ممكن نخلي الدرماتومايوسايتس بس يعني ما تجينا هيك شيء يعني الدرماتومايوسايتس وين اكثر شيء يصير هو الابر ايليدز بوث بالابر ايليدز اكثر شيء بس بالابر ايليدز ايه ياسمين شنو هاي بي اس جين بوست بتوكوكال جراميلونوفايتس يعني نفروتك سندروم يو نعم سار لا بس تربتوكوكل هي تجي هماتا هيتشي بافينس وصور تراط بس عادة يعني احنا اذا جنتي نفكر ممكن سكن مانفستيشن سكارلت او غير شيء يعني بس يمعك يا رايا ممكن نخلي سيلولايتس واحدة من عندهن سيلولايتس سيستميك فيتشر زين هسه تخبطي شويه خبطي لي 17 سنه ويا الفيفر ويا سكار ثروت ويصير عندهم بري اوربيتال سوالنج يعني تطلع شنو ممكن نحط البارفوفايروس يعني انفكشن شنو انفكشن يا انفكشن البارفوفايروس انفكشن بس دول يجون عاده بالاكرال بارت فايرال يا فايرال هواي عندنا فايرال عمو مئات الفيروسات كورونا فيروس يعني شنو؟ لا باربا فيروس كوفيد باربا ها لا لا بعد زين بعد يعني هيك شيء هيريديتري انجيو اديما رجعنا على انجيو اديما اميليا الميديتيريان فيفر هم ما تمشي ما تمشي لا روبيلا ما تمشي يعني مو هيك صفطوها كمان نعم كواساكي كواساكي يعني عادة أعمارهم شوية هم أقل يعني نعم حد يا عمر الكواساكي أكثر شيء مور 5 years هو الموسكم اللي هيك يعني بهذا العمر يعني بالضبط قليل يعني إيه. ورا الخمسة قليل نشوف كواساكي بس هو one of the causes of very orbital edema نعم. بس العمر ما يمشي ما يمشي لا بعد سور ثروت سور ثروت وفيفر يسوي يعني سور ثروت نفكر يسوي بري اوربيتال ادم بالستربتوكوكال انفكشن هو عادة نفكر اذا سور ثروت فجمعت ستربتوكوكال يعني تونسيلايتس يصير عندهم بري اوربيتال سوالينج مذكورة لا ما يصير يعني ما مر عليها ما مذكورة يلا عيني من يعرف دراج انديوست لا ما ماخذ دراج ها يعني جماعة البصرة جماعة الناصرية هاي ريا والله انفكشياس مونونكليوسس يصير بيها ما يصير بري اوربيتال سوالنج ممكن يعني يصير ممكن ايش قد يعني يعني ما اعرف والله النسبة ما تعرفين النسبة فهي يعني انفكشياس مونونكليوسس هذه أكو ساين لها اسم يصير بين فكشياس مونو and one third of the patients من يعرف اسمها يكتب لنا إياه أستاذ شنو يعني هذا البري أوربيتال نعم نعم بري أوربيتال سوالينج
يصير in one third بالإيرلي، خاصة بالإيرلي قبل ما يبدأ الراش على البودي. بعدهم بالبداية بس شوية فيفر وصار ثروات استوى بادي مثل ما قاعد أقول ليش، سبعدهم بري أوربيتال سوالينج. فهذه إيرلي ساين أوف إنفكشيوس مونو. شو اسمها الساين؟ هيروف مو هيروف هوغلاندز ساين. سامعين بيها ما سامعين بيها؟ لا سامع بيها. كلها تفهمت اليوم. هوغلاندز ساينز هذه بيري أوربيتال سوالينج يصير بالإنفكشيوس مونو. شلون نوصل التشخيص؟ رأي شلون نتأكد هذا إنفكشيوس مونو نكتوسس؟ أستاذ نسوي لهم سواب ناخذ لهم يعني شي سواب. نعم. هو شنو كوز اوف انفكشيوس مونو؟ شنو كوز مالته؟ إبستين بار فيروس الكوز. اي يطلع بالسواب إبستين بار؟ لا هو نسوي لهم بي سي ار و بي سي ار. قبل البي سي ار شوف عندنا شغلات اسهل، شغلات اسهل اقام ممكن هو الزان قسمها ممكن نستخدمها يعني نشوف اللي صار بالمايكروسكوب. بس شي طلعنا هاي اسهل اسهل ام اسهل اسهل شي نسوي للمريض شنو اسهل انفستيجيشن نسوي لهم كومبليت بلاد بيكتشر. اي كومبليت بلاد بيكتشر اذا عند اليوكوسايتوسيس نفكر بالفيرال انفكشن ما يخالف. وبعد شنو اليوكوسايتوسيس غير اليوكوسايتوسيس شنو نشوف؟ اكو شيء سبيسيفيك عمو انفكشيوس مونو يا معودين سهله هذه. شنو نشوف بالكومبليت بالبلاد فيلم بالبلاد هذا نشوف الاول. لا هاي الاول سلسله يلا زين او في هسه او في هذا راح اسال السؤال ثاني. اوكي اطلب نيه مع داليا يمكن داليا باقير تقول نطيب انسولين فأنت شنو رأيك نعطيه بنسلين إذا انفكشيوس مونو؟ انفكشيوس مونو ما نعطيهم بنسلين لأنه ممكن يصير عندهم هذا السبير يعني رياكشن تو ذا بنسلين فما نعطيهم. خاصة بنسلين شلون نعطيهم؟ هو الراش كله راح يطلع راح يسوي لنا اكزازربيشن اوف ذا راش. نعم صح. ماشي فاسألك نلقي بالبلاد فيلم نشوف الجماعة اللي جابوا صحيح منهم. عندنا يعني أسهل شيء قبل البي سي آر وقبل هذا عندنا بلد فيلم وعندنا سيرولوجي. البلد فيلم شو نشوف؟ كتبوا ليش الجماعة صحيح يعني نشوف ليوكوسايتوسيس بس نشوف لمفوسايت أكثر لمفوسايتوسيس with atypical lymphocytes. شكد لازم نسبة الأتيبيكال لنفوسايتس؟ تراجعوها كلها اليومين هذه انفكشيوس مونو نكليوسس. سيرولوجي شكد؟ سيرولوجي شي يفيدنا؟ يعني 40-50% أعتقد هو إيش دعوه يعني 10 to 20% أعتقد. سيرولوجي شو تشوف عمو؟ سيرولوجي شو نشوف بالسيرولوجي؟ والله هو أستاذ يعني نشوف ال أنت ها
هو انتي بيستين بار فيروس اي جي ام انتي بودي، نشوفها بالسيرم. فعينها تقروها زين اليوم انفكشيوس مونو. بعد عندنا في الديزيز هم يسوي لنا بري اوربيتال اوديما، ما حكينا لحد الان. هو الدرماتومايوسايتس ممكن يسوي بير اوربيتال اوديما يجينا البيشن، ولا نفروتيك سندروم. يعني اليوم تسوي لنا جدول عمو اليوم، هذه عليش واجب بيتي ان شاء الله. رسل يمكن سمعت الواجب البيتي مالتها. رسل سمعتي الواجب البيتي ولا ما سمعتي؟ نعم استاذ سمعتي. الدرماتوسكوبي نعم نعم استاذ ان شاء الله. ماشي. وعيني رايح تسوي لنا البري اوربيتال اوديما إذا localized وإذا bilateral وإذا symmetrical وإذا not symmetrical وإذا both eyelids وإذا واحد من eyelids. زين؟ إن شاء الله. شوف لنا الخطط ونزلنا إياه إن شاء الله. على رحيم عافية على رحيم. Trichinosis one of the causes of periorbital edema. يلا شكرا على رحيم. خلينا نشوف على. نعم أستاذ. يلا شوفي لنا هالكيس عمو، شنو هذا؟ 2 years old girl presented with 3 month history of an asymptomatic 1cm well demarcated firm red dermal nodule on the posterior aspect of her left wrist. Differential diagnosis. عمو هي single lesion birth child age group. ممكن نفكر بالسبيتس نيفس، ممكن شي تجي سبيتس نيفس جوفينال زانتا كرانيوما، ممكن جوفينال زانتا كرانيوما هم تجي شنو العفو؟ ممكن فاسكر جوفينال زانتا كرانيوما بعد اذر ديفرنشيال، ممكن فاسكولار ليجن. فاسكولار ليجن يعني ممكن بايوجينيك يا ما ممكن جرانيوما، ممكن بايوجينيك جرانيوما بس يعني ما مطينا بالهيستوري. easily bleeding. easily bleeding ماكو يعني epidermal colorate مو كلش واضح، بس ممكن vascular. هسه هذا الهيستوري احنا نسوي لها بايوبسي ونشوف. هذا شفنا سوينا لها بايوبسي. عمو الابيديرمس، الابيديرمس normal، الديرمس عبارة عن collection. يلا شوفي راح نطيش دقيقة تباوعيه زين. ما أعرف العمل بدون دقيقة. لا شو السالفة؟ يقول لنا السيلز يعني... قاعد يشوف البارد، قاعد يشوف السيلز يعني إذا description إذا description عبارة عن large cells. نعم circle clear. نعم large cell وclear بها cytoplasm هواية. ممتاز. بعد النيوكليوس على البريفري شو يسمون هذا اللارج فيزيكيوليتد سيلز؟ عمو ابيثيلويد سيلز. ابيثيلويد سيلز هاي راح نوصل ان شاء الله ما بقى شيء. فذني يعني كولكشن مال ابيثيلويد. وبعد غير الابيثيلويد شو تشوفين؟ بس ابيثيلويد وابيثيلويد سيلز. ماكروفيتش يعني هذا المؤشر هنا، شوف المؤشر هذه شنو السيل؟ هاي سبندل سيل. سبندل سيل اكو فاكو كولكشن مالت ابيثيلويد سيلز لارج فاكيوليتد اكو سبندل سيلز. بعد شنو يجذب الانتباه بالصورتين يعني بهاي الصوره وبهاي الصوره شنو يجذب الانتباه؟ الكولاجين. شبيه الكولاجين يعني صار بي سيكوستريشن كأنما by the nest of cells. نعم بالضبط. أكو سترانز يعني تمشي السبيتس ويا السبيتس يعني بس السبيتس شنو عايزة بعد؟ يعني الماتوريشن أكثر. نعم. يعني نستنج يصير نستنج بالسبيتس أو ما يصير؟ ممكن يصير نستنج. ممكن ما يصير. ممكن ما يصير. بعد. هي تشبه الملجنة ميلانوما بس الفرق بالماتوريشن. هي يسموها أصلاً أتيبيكال جوفينايل ميلانوما السبيتس نيفوس.
يلا يعني هسه الباقيين فكرونا زين. عندنا ابيثيلويد سيلز بيها اباندنت سايتوبلازم، وعندنا سبندل سيلز، وعندنا انترفينينج كولاجين سترانز، اعتقد متفقين عليها كلها. فشنو الاحتمالات؟ عمو هسه مو فاسكولار، استبعدنا الفاسكولار اساسا. نعم. فمدام ابيثيلويد سيلز يعني هي ما تمشي بس ويل سبت. يعني سبتني بس ما. لا يوم ايام ليش ما جت بايت لا يوم ايام؟ بس نور السنبلي تقول لا يوم ايام. عمو ما تجي سينجل. يعني السايت مالتها مو هنا، الايج بريدكشن كذلك يعني ما يجي وياها. نعم بالهستو. وحتى الكلر مالتها ولا حكينا اي فيزيكال ساين عن الداري سيدو داري. نعم والهستو اساسا ثلاثه يصير سبندل سيل اكثر، يعني ما مجمعه كثير سبندل سيل يصير. يعني هي السبندل السبيسي بس تدخل بالديفرنشال دايجنوسيس، لا يا ما يا ما تدخل بالديفرنشال دايجنوسيس. درماتو فايبراما بعيده عين، هذا اكو رير تيومر اسمه نيورو ثيكيوما. سامعين بي او ما سامعين بي؟ لا والله. تيومر اوف ذا يا سيلز شوان سيلز نيورو ثيكوما. نعم نيرف شيث مكزوما. ما سامعين سمعوا؟ لا سامع بيه أنا، عبالي نيورو فيكوما بالإف فيكوما سامع بيه بس ما يعني ما شايفتها قبل. فيكوما نيورو فيكوما هي أصل بيها أبندنت، بس اللي متميز بيها السبيندل سيلز والإنترفينينج كولاجين فايبرز. الصراحة أكتب لكم إياه. مو يعني الفرق هل جزءهم جزء في السبيشالستين؟ أكيد طبعاً هو يحتاج لها بصراحة ميونو هستومك يعني كيميكال ستدي حتى نتأكد من عدها 100% حتى نميز بين السبيس نيفاس وبين اللايوما ياما وبين النيورو ثيكوما. فميونو هستومكي يعني بصراحة ضروري في هيك حالات. يلا شكراً على المفكرين. هسه منو ما سن مصف رابع؟ مروة موجودة؟ نعم أستاذ، السلام عليكم. عليكم السلام. يلا شوفي لنا هذا. Fifty-nine years old woman, retired school director with no particular medical history, have chronic skin lesion on her leg, which has been presented for several months. نعم ايش قاعد اشوف انا هسه عمو جاي نشوف ريتيميتس ليجن بايلاترال. نعم بس ما ذاكر بالهستر اي سمتوم. وهي هي اولد ايج من الهستوري مالتها، يعني هي سكول دايركتور يعني لونج ستاندينج خلينا نقول. تكملين الديسكريبشن عمو بعد بس ما كملت الديسكريبشن. عمو كملي الديسكريبشن اوف ذا ليجن بعد شو تشوفين بس الاريديما؟ لا اكو بيجمنتيشن همين براون بيجمنتيشن. لا بس بعد بالفوت بعد شيء واضح على الفوت على ال... على ال... والله عمو هنا نعلق اكو بيجمنتيشن يعني بس قليل واكو كلام جدا قليله. اكو شيء مهم جدا مهم. اكو دايليتد فين هم. نعم قسم دايليتد شنو دايليتد يو نورمال؟ والله عمو العلفوت شو هنا دايليتد. اكو دايليتد اكو نورمال بس هن مبينات أي بالي.
وكأنه السكن هيك فاين سكيل فاين سكيل مال يعني ما أعرف ممكن دراي بعد بعد شيء مهم جدا لو كتبوه السن ما أشوفهم مش شوفين أتروفي ما قاعد شوفين أتروفي إيه بدي أقول الأتروفي باللهجي صحيح يصير هذا بالستيس الزرماتاتيس يوم يصير يصير عمو يصير الأتروفي عمو بال باللايبو قصدك درماتوسكليروسيس ما أعرف أنت مو قلتي أول شيء مديرة وتوقف هواية فرحتي رأسين قبل على البيجمنتيشن رحتي على الستيسيس وعلى يعني إجا بالي مال لايبو درماتوسكليروسيس وممكن شامبرغ ديزيز صحيح زين. فلن يصير بهن أتروفي؟ الشامبر لا ما يصير يعني الشامبر ديزيز هو عبارة بس عن بيجمنتيشن وذاك الليبودرماتوسكليروسيز اكزيماتوس يعني ليجن نعم وأكثر شيء ليش باي بالبيشن يعني نحس بيها أكثر باي انسبكشن بعد شيء يجب بعنا باي لتراسي مثلكال ريديمة وأتروفي وأسمتماتيك على البوث ليكس شو يجيب بالش بعد زين راح اطلع صور زين لا تقول لي هاي قبل 3 سنين قبل 3 سنين سواء انت رايح السفر وقارصتها تك متعرضه لا تك بايت كيف خلينا بارز يعني وهي على أثرها بس هذا الليجن نعم على أثرها عمو يعني ورد تيك بايت يبقى هذا الليجن ممكن يفكر عمو باللايم ديزيز قبل 3 سنين سرعتهم هيك اللايم ديزيز بلي شو يصير ورد 3 سنين من اللايم ديزيز نعم عمو الكرونيك فوم يصير هذا أفرودرماتيتس يمكن أتروفيك هيك اسمه كرونيك عافية هي هذه أكرودرماتيتس بس عمو ذاك السكار يصير سيكار بيبر لايك بسكار العفو الأتروف مو عمو الأتروف يصير سيكار بيبر لايك يعني شو هنا ما حد هو هذا هم شوفين مو عارف عمو الصورة مو واضحة يمي شوف الأتروفي وقسم هاي الفينز ترى مو دايليتد قسم الفينز هواية هي مو دايليتد يعني هو صحيح الفينز يصير برومينت أنا حاولت أنطيش هنت بس أنت ما أعرف أنا ما أشوفه هنا كلش صحيح هي لين بيبر سكار فيبين جواها الفينز يصير كلش برومينت بالضبط تقوم تبين فإذا مو دايليتد وإنما مبينات لأنه أكو أتروفي ماشي هاي أترو درماتيتس كرونيكا أتروفي كنس هسه هذا السكن السكن اللي اخذنا بايوبسي وسوينا له بي سي ار هو شنو الكوز مالته الكوز مالته بوريلا بوركدورف يعني نعم نلقي هنا اورجانيزمز يوم نلقي طلع مو ده هو كرونيك ما اصور نلقى يعني ما اتذكر ما تتذكري من يقول نلقى بالبي سي ار مايكرو اورجانيزمز يوم نلقى يلا عن الباقين زين هذه يصير بالبوريفيليا اسمها هي بوريليا كل الانواع تسوي هذه درماتيتس مو كل الانواع لا عمو هن اكو سبيشيز معينه حسب المناطق همين بالضبط فيات عارفين والله عمو ما اتذكر يعني اكو باليو كي اكو بالامريكان يعني يفرق نعم فهذا مو شو اسمه انت البوريليا شنو هو اكو بوريليا بيركدورفي بس مو هذا اللي سوى الاكرودرماتيتس يلا هذا واجب بيك ما شاء الله فشوفوا لنا يعني شو اسمه وشوفوا لنا بالبي سي ار نلقيه او ما نلقيه ننطي تريتمنت هذا هو عم احنا ننطيهم تريتمنت دوكسيسايكلي ايش قد؟ دوز ولا ديوريشن؟ هو عادة 100 ملغرام باي 2 بس ما أعرف إيش قد الديوريشن
ما تعرفين إيش قد الديوريشن. إيش قد الديوريشن يا أبو؟ 3 weeks. من اللي قال هو هو بالأكيوت 3 weeks، بس ما أعرف هذا إذا كرونيك يفرق ولا لا. يعني 1/2 نعطيهم for 3 to 4 weeks. يعني حالة حالة الأكيوت. زين. تتوقعين هذا؟ تتوقعين هسا هذا reversible أو irreversible؟ لا مو بعد صار سكار، شلون reversible؟ شلون سكار هذا هو جس اتروفي هو الاذن في عمه ما ادري والله عمو. شوفين هذا سؤال مهم، احتمال تسالون عن لايم ديزيز ما في احتمال والله عمو احنا ما شايفين هم يحبوا يجيبوه في النظر كل شوي وايد يجيبون جزء حتى بالعملية ريفيرسبل او ريفيرسبل إذا هو اللي تريتمنت 3 ويكس فأعرف ممكن ريفيرسبل. نعم ريفيرسبل، لذلك هو هذا الشيء مهم. فاليوم يعني تقرون على أطراف ديرما اسمها العفو أتروفيكنس. يلا شكرا أمي. شكرا أمي الله يخليك. يلا عيني بعد منه ما سألنا جنان. جنان اليوم ما هي جنان علياوي. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونكم؟ هلا عمي شلونك؟ هاي كيس سهلة، هاي كل السهلة. شوفي لنا 23 develop severe robotic corruption and interior of the neck with only constitutional يعني هي هسه هذه involvement just the neck وهي تكون erosion مونومورفيك الروجن واكو فيزيكال فهاي اكثر شيء ويا الاكزيما هربيتيك عافيه استيديس ويا عنده سيستمك سيمبتومز زمت في الفيفر. اي الفيفر احنا نمشي اكثر شيء هي ممكن يصير وياها الفيفر يصير، بس هي اكثر شيء يعني كدايجنوستيك تكون مونومورفيك والروجن وفيزيكال وانفولفمنت يعني عاده بالاتوبيك درماتايتس يعني السايت اللي بيه هو ابيديرمال يكون دامج يعني اكثر شيء لما عندنا بيرميبلتي بارير او شيء ديفكت يصير. زين فهسه شلون نتاكد من الدايجنوستيك شو نسوي؟ يعني هو هيربس سيمليكس فيروس انفكشن، ممكن حتى التي زانك سمير على الجاينت سيل او ادز على السيرولوجي تي زانك سمير. يعني هي لا واحده هو تي زانك سمير خلص النقطة الزانك سمير بعدين نحول على غير نقطة. الزانك سمير أول ما قلينا شلون نسوي؟ يعني هو تاتش للفيزيكال أو الفلويد على سلايد ونشوف الأكانثوليتيك سيل والجاينت سيل. نعم أكانثوليتيك سيلز والجاينت سيلز. هو يصير أكانثوليتيك؟ يصير أكانثوليتيك. نعم. يصير إيه هو تايب مالته ديجنراتيف هو تايب من الأكان يعني ديستركشن يصير هيدروبيك ديجنريشن. شو يسموه؟ يسموه أكانثوليسيس هيدروبيك ديجنريشن يسموه هذا بانونيك ديجنريشن. ماشي فهسه يعني بالونك دي جنريشن يا ابو. ايه زين وبعد شنو نشوف وياه اللي هي جاينت سيل ولا كانثوليتيك سيل؟ شنو يعني بالونك دي جنريشن؟ هي سيل صار لها ديستركشن يعني لارجمنت اند ديستركشن. نعم حتى نفرق عن شنو وين تصير الفيزيكال هي وين تصير؟ هي يعني تصير ابيديرمال فهي يعني بالكيراتينوسايت تصير انترا ابيديرمال. فشلون نفرق يعني عن حتى الجاينت سيل هي كيراتينوسايت الجاينت سيل هي كيراتينوسايت. نعم عمي نعم شلون ميز عن الدرماتايتس؟ درماتايتس هم انترا ابيديرمال فيزيكال درماتايتس سبونجيوسيس عافية.
فهذه يعني... سبونجيوسيس انتر سيلولار اوديما. اوديما البالونينج يعني انترا سيلولار اوديما، بعدين ممكن تكبر بعدين يصير بها ربتشر. اي عندنا الاي بي سي هم لا تستهينون بهم، يعني مرات هو يجي اشوفك يعني اي بي سي هو يريد يعني من تمتحنون، ولو انا اضوج اقول يا ابي بالامتحان، بس هو يشوف معلوماتكم من صف اول الى صف رابع، فمو شرط يعني تدورون على اشياء كلش ادفانس، بالبدايه اسئله بسيطه وبعدين. فيعني حتى الانتر سيلولار اديما انترا سيلولار اديما لازم تخلوها ببالكم وشلون نفرق بيناتهم. زين هسه شلون نعطي تريتمنت جنون؟ سيستميك اسايكلوفير. شنو شقد ويا نوع اسايكلوفير؟ هو يعني حسب، اكو يطون اي في، اكو يطون اي في يحسبون الدوز ب 5 ملي جرام بير كي جي، وإذا السيستميك هي اللي أسايكلوفير 800 ميلي جرام 5 تايمز، يعني أكو يعطون حد 10 إلى 14 يوم. على كيفش يا محمود، على كيفش، على كيفش، وحدة وحدة. أنت رأيك ناس قد ننطي؟ والله لأتذكر عمي 5 ميلي جرام بير كي جي. إيه صحيح، شلون ننطي هذا؟ شو نحط له؟ ايه 5 ملي جرام بير كي جي هو نعطي 3 مرات، يعني كل 8 ساعات بكليكوز ووتر، ما اتذكر كليكوز ووتر نعطي. يعني هي هاي ليش مو كليكوز سلاين نورمال سلاين؟ كريستلايزيشن على ما اتذكر يصير كريستلايزيشن او شيء يعني. فالكليكوز ووتر يسوي دايوريسز اكثر يعني، فحتى يصير كلينينج اوف ذا كيدنيز، حتى كريستال يوريا تقل عدنا. زين اذا اورال اريد نعطي اورال، الاورال هو 800 ملي جرام 800 ملي جرام 5 تايمز بير داي، يعني هو هذا الدوز مالته انه نعطيه لحد 14 يوم يعني تقريبا. هواي كلش هواي 10 ل 14 يوم. 800 هواي ولا 14 يوم هواي؟ أنا هذا دزيت لكم اليوتيوب ولا هو 4 ساعات مات الشام ديرما بأكو سكشن على الانتي فايرال ثيرابي، ولا هو هم أكو أشياء أمس يعني مضخمها وهواية. هسه مو مشكلة راجعوها بالكتب يعني 14 يوم أعتقد هواية. علا رحيم موجودة، شنو هي الموجودة 14 يوم ننطي؟ لا أستاذ، موجودة الانفكشن مال الهربس. شو يقول هو هذا أبو الشرمدر ما يقول، سواء كان بالتشايلد سواء كان الأدلت، سواء كان هربس سيمبلكس هربس زوستا بالبريجنسي أو صارت بريجنسي، نفس الدوز 800 1 by 5 for 1 week. هيك ملخصها هو. إيه ما أعرف، أنا أمشي بتعد أشياء غريبة، بس والله أنا راجع الكتب ما أعرف، أعتقد أسبوع طيب يعني أعتقد 14. بولونيا بكتب 10 إلى 14 يوم بالنسبة لإكزيما هربتيكا. نعم هسه قسم كاتبين 400، انا اشوف 800 هم هواية. عيني جنان. نعم سمعيني. نعم عمي يلا راجعنا يا راجعنا يا، تاكدي من اكثر من مصدر ان شاء الله ننزلها يوم ونزلي لنا اياها ان شاء الله. يلا شكرا جزيلا. تسلم. ميس موجوده؟ ميس ميس يلا هذا آخر سلايد، تعبناكم اليوم. ميس ما موجودة؟ أكو ميس عندها كفارة وأكو ميس الثاني. يلا هذا الدياغنوس السهل. يلا يعني هذا آخر سلايد امتحان، هذا كل واحد يكتب الدياغنوسيس، كلكم كتبوا ولو تهواي ما شاء الله 50 واحد ورا راح يجيكم ام سي كيو هم اريدكم تجاوبوا لي. ياسمين سي دي 117 اوفر اكسبريشن يصير بالكابوس يصير كوما يا ما يصير؟
العكس بتاعك ستين 117 ها ما شفته ما شفتيهاش كبرى ما شفتي لا ما يصير 117 والله انا مكبره الصوره علي يا خلي السيلس يا سمين هسه كلهم تقريبا هم كتبوا ملك ميلانومر فهو صحيح ملك ميلانومر اذا صير بالميوكوزا شنو البروجنوسيس مالت تمام فورم بروجنوسيس اولا هذا هدايت يعني ممكن هي من زمان طالع او هو ما منتبه حاليا البيشنت او وهو الانفيشن مالتها مات يعني اكثر نعم يعني دايركت انفيشن يعني الفايف يير سرفايفل تصير البور بروجنوسيس Five year survival. إيش قد البرسنتج مالك عبدو؟ less than 20 يعني هي 15 إلى 30 نقول. أنا متأكد هاي النسبة كل الكتاب. بس هي ترين جواب صحيح. جواب الصحيح. 15 إلى 30 Five year survival. يلا يعني هذا آخر شيء هذا أمس سكيو للجميع. Mucosal ملك ملانوما بالماوث. وين أكثر شيء نشوفه بيا؟ 1 2 3 4 كتبنا بس الرقم. ما ادري واحد شاركم علي دكتور حجر السباك هالموضوع يا ما حشو حجر العندليب نعم استاذ حشاركم على هذا الموضوع دكتور حجر السباك الريفيو مال يعني عمي احنا شرحنا بالعموم بالعموم نعم بس ما حكى على ميوكوزال ما لقيت من النوم يعني أكثر شيء طلقنا بالستيجينج والأكثر من ما طلقنا الأنواع. نعم. فهذا الجواب هو نمبر 1 البلت والمكزيلري انتيريور جنجيفا. ليش يصير هنا حيدر؟ ليش يصير هنا؟ ما أعرف عن بالضبط. يعني هنا الشم إحنا اللي ميوكوزا مات الماوث. هي كلها يونيفورم يا تختلف يعني اكو فيكست اللي تكون كيراتينايز واكو الموفد اللي هي العاديه السوفت نعم فوان يصير الميلانوما بالكيراتينايز ميوكوزا او بالكيراتينايز بالكيراتينايز وين صار الكيراتينايز بها مكان هي البليت عاده اللي اندر بون تعتبر كيراتينايز بالضبط لأنه هو يحبث الكيراتينايز ميوكوزا يصير بيه ملبنة ميلانوما ماشي من عنده عن السؤال استفسار فما تعبتوا دختوا يا بعدكم لا بالعكس عم زحمناك جدا إن شاء الله استفاديتوا إن شاء الله يعني راح يطلع لكم الساعة بالستة أكو هيتي فيدباك مكتوب فيدباك أكو فدتات 4 أسئلة سهلات أريدكم تجاوبونا عليها راح يبقى مفتوح من 6 إلى 8 يعني اليوم الحمد لله تقريبا يعني بين 50-55 طالب ويانا فإن شاء الله يكونوا استفادوا ورا الفيدباك إن شاء الله نشوف نكمل وياكم يوم نكمل بعد يلا ممنونين لكم إن شاء الله خير وسلامة على الجميع رمضان كريم مقدما ولو بعد وقت بس ما يخالف يلا في امان الله مع السلامة